السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت قريش وحلفاؤها يسمون الحمص، وكانوا يترفعون على الناس، فكانوا لا يقفون معهم على عرفات، رغم علمهم أن عرفات هي موقف إبراهيم عليه السلام، وكانوا يقفون وحدهم بالمزدلفة، وكانوا يقولون: نحن سكان الحرم، فينبغي علينا أن نعظم الحرم، والمزدلفة من الحرم، وعلينا أن نعظمها. أما عرفات فمن الحل وليست من الحرم، فأمرهم الحق سبحانه وتعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليكن اندفاعكم من عرفات التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام مخالفين بذلك من لا يقف بها من أهل الجاهلية، لكي تشعروا بالإخاء والمساواة، لا فرق بين كبير وصغير، بين غني وفقير، بين قرشي وغير قرشي، فقوة المسلمين الحقيقية في وحدتهم ونبذهم للاختلاف في العبادة واتباعهم للحق وإن كان مع الآخر. ورغم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قريش، إلا أنه قبل بعثته كان يقف مع الناس على عرفات، فكان صلى الله عليه وسلم محفوظا قبل بعثته وبعد بعثته. واستغفروا الله، واسألوا الله أن يغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويجبر تقصيركم في عبادته. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير في عبادته، وما بالنا لا نستغفر، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستغفر، وهو من هو، وقد غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن منا لا يريد دخول الجنة بعد الموت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إن الله غفور واسع المغفرة لعباده المستغفرين التائبين، رحيم بهم، لا مجال لليأس والقنوط من رحمة الله، فقط استغفر وسترى العجب العجاب. جزاكم الله خيرا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله